الو، الو، ازيك يا كابتن؟ ازيك يا حاج؟ عامل ايه؟ عامل ايه؟ الحمد لله. والله انت عامل ايه؟ والله بخير الحمد لله. انت اللي عامل ايه؟ والله بخير، كله تمام. برحب بيك يا حاج فتحي على قناة الاهلي، ومنورنا النجم الكابتن الله حمدي فتحي. الله يكرمك، الله يكرمك يا استاذ عمر. ربنا يخلي الله حضرتك. يكرمك. يعني انا عايز بس من حضرتك كلمتين كده من القلب لحمدي فتحي بعد ما ربنا كرمه ووصل للحلم اللي دايما يعني بيسعى ان هو يوصل له وان هو موجود معانا. فاحنا بنتكلم النهارده كلام كله من القلب وكلام لاول مره حمدي بيتكلم مع جمهور النادي الاهلي. فانا عايز بقى كلمتين كده من حضرتك لحمدي وننتهز فرصه وجود حضرتك معانا وحمدي ايضا كمان زي ما هو موجود معانا. ماشي. اولا تحياتي لحضرتك ولاسره البرنامج كلها وقناه النادي الاهلي والكابتن الكبير الكابتن ربيع ياسين والد حضرتك. ربنا يخلي لان هم دول الجيل اللي هم كانت انا شجعت كوره على ايامهم. وحمد الحمدي يعني مش عايز نقول لك فرحتي قد ايه لما راح الاهلي. وطبعا دي كانت امنيتنا كلنا، يمكن امنيه البستان بحاله ان هو كان يشوف حمدي في نادي الاهلي وكل الناس يعني هنا بيحبوه وهو بطبيعته هادي زي ما قال لحضرتك كده. ما انا عايز اعرف ده من حضرتك يا حاج، هل حمدي متعب في البيت ولا هو هادي فعلا زي ما هما بيقول ولا يعني ولا الكلام ده مش صح؟ لا والله هادي طبيعي. يعني مش متعب يعني يا حاج؟ ان هو عايزينه نتكلم معانا، يبقى حتى في اجازه ويتكلم معانا كده ويقول لنا ايه اللي جواه وهو ايه اللي لعب معاه ازاي وعامل ايه ودنيته ازاي. ما كانش بيتكلم مع حد خالص. يجي قاعد ساكت برضه نفس ليه كده يا حاج؟ لا بس هو بيتكلم معانا النهارده كويس اهو، يعني حضرتك سامع وشايف بيتكلم كويس. ليه كده يا حاج؟ فضحتني. حاج فتحي انا عايز اسال حضرتك على حمدي وهو صغير بقى. هل حمدي وهو صغير كان يعني دايما بيلعب في الشارع؟ كان عندك مشكله ان هو بيلعب في الشارع وان هو دايما دورات بقى رمضان وان هو بيلعب بعد المدرسه وان هو في المدرسه كان بيتعبك وكان بيهمل الدراسه شويه، ولا كان حضرتك بتعمل معاه اتفاقات وتقول له هتذاكر كويس هسيبك تلعب؟ يعني احكي لي كده يا حاج. ما كانش بوافق. والله كانت امنيته ان هو يلعب ويطلع يلعب كوره ويكون يوصل ل يعني اللي هو فيه. لان انا كنت بنحب الكوره فكنت عايزه برضه يطلع لعيب كوره ونشوفه حاجه كويسه. ويمكن دايما كنت نقول له اصبر وخليك ايه عندك هدف في دماغك ان انت تتحققه. وهو بطبيعتي يعني كان في المدرسه كان دايما الناس تقول ان هو حمدي كويس ومشي وراه برضه. كنت مدير كان بيشجعني ان انا نوقف معاه وراح، وهو كان في ضمنور، ده كان حد بيوديه وحد يجيبه لان المسافه كانت بيننا وبين ضمنور بتاع 50 كيلو او 45 كيلو، وكان لسه طفل صغير برضه ما يعرفش يركب مواصلات ويروح ويجي، فتعب ياما والله. لكن حضرتك في الاخر الحمد لله فخور باللي وصل ليه. الحمد لله. وهو دايما يعني انا بقول له هو دايما بار بحضرتك وبار بوالدته وبار باخواته ودايما بيكون حريص ان هو يبقى موجود في اي يوم من الايام اللي عنده اجازه علشان يقضيها معاك لحد ما ان شاء الله بقى كده تنقله معاه في القاهره. ولا مش ناويين؟ صح حمدي؟ مش ناويين هم يجوا يعيشوا معاك في القاهره شويه ولا بيجوا لك اجازات؟ لا طبعا، احنا القاهره دي هي بلدنا برضه. القاهره يعني اساسا من ادوار القاهره. طب انا عايز اسالك بقى سؤال كده يا حاج، يعني حمدي لما هو يكون في اي مكان يكون كويس وخاصه النادي الاهلي يعني. طب هو لما بيجي لك يعني بيحب اكلات ايه؟ بيحب يعمل ايه؟ الروتين بتاع حمدي لما بيكون موجود في اجازه؟ لا مش اكيل يعني، بالنسبه للاكل ده مش اكيل، ده احنا بنفضل ناكله، اللي عايز ياكل هو سريق. لكن مش بيطلب حاجه، ملوش طلبات في الاكل. فكانت الحاجه يعني الصوت تتوصى بيه هو بالذات، فاللي عايز ياكل يجي جنب حمدي كده وياكل. يعني يا حاج ربنا يبارك لحضرتك في حمدي، وبجد مبسوطين جدا ان حضرتك موجود معانا. وانا سعيد والله يا كابتن عمر ان انا طلعت حتى صوت في قناه الاهلي، لان ده حلم كل واحد ان هو يشوف ابنه في قناه في الاهلي ويطلع في قناه الاهلي. طيب يعني حاج فتحي والد اللاعب والنجم حمدي فتحي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معانا. كلام جميل حمدي، ويعني اكيد مبسوط ان الحاج كان موجود معانا وكلام اكيد طبعا زي ما انت عارف من القلب. لكن عايز اسالك انت سؤال، انت عندك اخوات؟ عندي.